يحضر ايضا معنا في البلاتو انيس عبد القادر بوجلبان، اكيد يوجه لك التحيه. سي كريم، خلينا ندخل مباشره في صلب الموضوع والباجيه. الكل تسال بخصوص المدرب الجديد الكرواتي لفريق الاولمبي البيجي، اليوم على الصفحه الرسميه الاعلان عن الكرواتي ميرساد المورزوفيتش، ومدرب الحقيقه حتى كي بحثنا برشا ما عندوش تجارب لا عربية ولا إفريقية. والله البحث لازم يكون معمق، عنده تجارب مع الفريق الكرواتي للشباب. وكان احنا جبناه معناتها باش نتفاهموا معاه على اساس بناء مشروع، معناتها مش عربي، معناتها ممرن عربي باش يجي تاع مقابلات وغيره، معناتها بناء قاعدي. السيد هذا ياخذ مشروع ياخذ وقته، يصبروا عليه وقاعدين نصبر عليه، معناتها باش نصبر عليه بنشوف النقاط، ومعناتها ومشروع معناتها في باجة، ماهوش معناتها مدرب ظرفي ولا فرضته معناتها تعيين مدرب، لا احنا قاعدين نخدموا كمدرب مشروع. مانيش قاعدين الاولمبي الباجي اليوم معناتها اختار خطوات هامه وقاعدين نخمموا معناتها حتى العقد نتاعو باش يكون عقد اهداف مش عقد معناها هكاك جزافا اعطينا مدرب وكاو. نحبوا معناتها جمعيتنا تكون في مصاف الجمعيات اللي معناتها عندها مشروع وعندها مدرب. سيرتون الفريق خذا بالي اخرى وترشح لكاس الكاف الموسم المقبل ان شاء الله. ان شاء الله. باهي معناتها سي كريم، تفاعل معك انيس عبد القادر بوجبان. اليوم انتم كيف انتدبتوا المدرب هذايا الكرواتي؟ بون كروات يظل لي اول مدرب كرواتي يجي يدرب في تونس. دونك لا لوكا بيروزوفيتش، لوكا معناتها قلائل لكروات. بعد نجاح جمال خشيرم رفعوا لي كاس تونس، الترشح لكاس الكاف، دونك حاجتين حبيت نحكي فيهم. حسيت انا كمتابع والا كشفت لي بيرفورمانس ولي ريزولتا مع جمال، بعد سمعنا اللي باش تكون فما قطيعه ما بين جمال وما بين هيئه الاولمبي الباجي. ريالمون انا كمتابع ما حسيتش اليوم، رغم النتائج الكبيره ما حسيتش اليوم الاولمبي الباجي كان متشبث بخدمات جمال خشيرم. لو كان تعطينا فريمون الاسباب الحقيقيه لمغادرة جمال خشيرم، خاطر ما نتصورش أنه مدرب بيهز كأس تونس ويخلي الأولمبي الباجي يشارك الموسم القادم في كأس الكاف وما يجددش التجربة مع الأولمبي الباجي. هنيا فما تساؤل كبير الحقيقة، أنت قريب وتعرف سيرتون جاء في وضعية صعيبة جمال خشيرم، مع جيب مدرب، جيب مدرب ما عندوش تجارب كبيرة خاصة في تونس وحتى في الدول العربية. دونك مش الأجواء جديدة، تقول لي مشروع، تقول لي عندنا برنامج عمل على المدى المتوسط والحقيقة أنا بيرسونيلمون كلمة مشروع ولا تعمل لي أليرجي ولا تعمل لي في تونس سيرتو في تونس، خاطر احنا المشاريع اقل معناتها اشاك، المشروع الكل يطيح في الماء مالوريزمون بالتجارب نتاع كل الانديه تقريبا. خلي وضح لنا الساعه، انت وضح لنا النقطه هذه بخصوص نقطه خروج خشيرم، جمال خشيرم وعدم سيرتو التشبث بالمواصله مع الجمال. عدد النقاط، المسألة الأولى معناتها مسألة مغادرة سي جمال ورغم معناتها ما حقه من كأس تونس وغيره، أنا نقول لك أن جامعة الأولمبي الباجي كانت حاضرة على جميع المستويات، في حساب ظروف مادية ومعناتها وكان سي جمال خشير معناتها قبل الشيء هذا وكمل العمل نتاعه وتحصل على كأس تونس. بطبيعة الحال عمل جماعي مش عمل فردي. بيان سور، لا أكيد أكيد، هذا ما ينفيش معناتها لو ميريت نتاع الهيئة والمجهود الكبير اللي بذلته الهيئة منذ توليها والستاف اللي قبل جمال وغيره ولكن فقدت تنيس ديما النجاح راهو جماعي، لكن حلقة ساهمت في نجاح الأولمبي الباجي هو جمال خشيرم. جمال خشيرم بيان سور، هو كان التواصل العمل بالضبط زاد المدرب جلاية معناتها لانكار كادو فينال مع نادي الفيصل بنادي الجمهور كيرو كمل، كان واصل الحلقه اللي بداها في جرية في خدمته في التدريب وغيره، نجح هذا معناتها شيء يحسب له، لكن صارت اشكاليات من قبيل معناها انه هو حب يغادر عن توعيه، صارت اشكاليات في مباريات معناتها النجم ونادي الساحلي، العقد نتاعه زاد وفاه لو 30 جوان
خيرنا احنا معناتها عندنا بديل وعندنا غيره. خيرنا مش قلت انت معناتها من منش بها مشروع وكورتين وكذا من الهزيمه الاولى الذهنيه نتاعنا ذهنيه تمشي لإقالة مدرب اللي هو صحيح. يدفع كل شيء لا لشيء الهيئه المديره معناتها السيد هذا لو كان حاضر في نهائي كاس بالضبط هذه المعلومه اللي عندي ديجا ايه يعرف الشارده والورده في خصوص معناها لاعبيه اولمبي بيجي وكيفيه حتى نمط عايش اولمبي بيجي وغيره من نهائي الكاس التوا ثم تواصل مع السيد مع هذا المدرب هذا ومعناتها وشفنا معناتها ثم حاجات خصوصيات وفما جزئيات متعلقه بالمدرب هل انه يتاقلم مع الجو في تونس وفي بيجا انا نقول لك باش يتاقلم كيف ما وعدت هذا ما نتمناوه بيان سور اي خاطر كلامك صحيح معناتها تقول انت هاك الكلام الخشبي اكورتيرم وكذا ومشروع كل لغه من اللي حكيناه اما لا صدقني معناتها الجانب الاهداف مع مساله انه السيد هذا نصبر عليه نعم لانه مش يواصل مسيرة اولمبيك بيجي يزينا مكر العربي ونعمل له 6 اشهر والخساره الاولى يمشي يقصد ربي على روحه لا حطينا صلب عيوننا اللي ونعرفوا اللي ذهنية حتى نتاع التوانسه ولا الذهنيه نتاع في بيجا كل شيء الخساره الاولى يبدا السبان ويبدا غيره صحيح الاولمبيك بيجي لكن نحاولوا نقنعوا حتى الراي العام في بيجا خاطر الراي العام شنو هو؟ هو رهين النتائج الايجابيه صحيح نحاول نقلوا اللي الأولمبي البيجي يمر بفترة منتعشة ورغم مغادرة برشا ملعبية معتها غادروا اليوم الأولمبي البيجي لكن إن شاء الله معتها خاطر الهيئة المديرة كي تكون متمسكة بزمام الأمور نجم تقنع وعندها جانب الإقناع اللي المدرب هذا إن شاء الله يكون معتها كريم الحسناوي أنت قلت سامع.